كما نرجعوا للموضوع، هاد الاخوان هادو قالوا واحد الكلمه في الحق ديال العيد،
من 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 النفس ديالهم الداخل ديالهم قالوا هذا غير هو العيد اللي بغيت نقول لك راه كتزيد شويه مع الطونديم العالمي نقص لهم شويه ديال البيت حتى هو ديال العالم حتى يجاوب الطونديم العالمي اه لا الطونديم العالمي لا 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 انا ما خابيش كيضرب تيجي عندهم حيت تضربوا اذا انت جاوبتي عليه يلا هضر هضر جاوبوا الاخ ولا الناس جاوبوا صافي كفى ولد العام هذا بالعيد غندير ليه الدار حدايا باش 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 غدير هذه غتلقوا غيديك راه غادي نشوف فيديو باذن الله ان شاء الله اسمع باذن الله ان شاء الله قال باذن الله ان شاء الله باذن الله عرفتي علاش غنكري لك حدايا بالعيد ان شاء الله خويا تجي تكون معايا بالله جواب مقنع هادشي لا خلاوك انت اللي كاين صعيب حل مع عبد يوسف حل مع يوسف هذا راه حلو لا كريم راه قال لك البال بينا لي اش قال قبيل اش قال راك لا عاود اخويا لا غير طحنوا يوسف واحد شويه يوسف غادي يطحنوا يوسف يوسف زيد واحد شويه دورا شويه مرحبا يا قولي لي شنو هو اذا قال في انا غنطحنوا اه وان قال دوني موحشي انا وي 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 اللي يطحوا دوري اه اه اللي شوف مولا تكثر عندك على راسك انت لا انساني وصافي يقول لي انا راني غادي تاكدوا على الصوره بعد الابطال وبعد الشخصيات هنا بعمله السلطان الفداء ودائما معكم بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء ستات ولا يغر انا يا براك بطيب العيش انسان سمعتي راه الله اكبر هذا صافي عاش هذاك تما صافي راه نقصان ودابا جينا مسكين كيف عملت الله يحكي لي ما من تما الله يسلمكم اخويا كلكم اه واش لاي واحد قال هادشي عطا الله ما فهمتش خويا ما فهمتش وكما شاهدتم معنا وعشتم معنا أجمل اللحظات إلى هنا نستودعكم الله وفي أمل لقائكم مرة أخرى ومع جلسة أخرى في أمل الله.